كما تفقد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بمدينة سانت كاترين مشروعي تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي، وتعرف مدبولي على الأعمال المخططة التي تشمل تنسيق الموقع بمسار المشي الرئيسي بوادي الأربعين بداية من مركز الزوار ووصولا إلى مركز المدينة، الذي من المخطط أن يكون متنزها طبيعيا يضم مسارات مشاة ودرجات ومزارع وأشجار زيتون، حيث يعتبر وادي الأربعين من الوديان البيئية الرئيسية في كاترين التي تجتذب السياحة البيئية، كما يعتبر امتداد الوادي جزءا طبيعيا رئيسيا وهاما من مكونات المدينة نفسها. كما تفقد مدبولي مشروع تطوير مركز المدينة التراثي وتعرف على الأعمال التي سيشهدها المشروع، وتتضمن رفع كفاءة وتطوير مسجد الوادي المقدس القائم ومباني الخدمات العامة والسوق التجارية.